بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا بكم في المحاضرة الثالثة حول Schools of Psychology أو مدارس علم النفس. سنتناول مجموعة من المدارس علم النفس، سنتناولها بشيء من الاختصار، وسنتناول في كل مدرسة مجموعة من الأفكار، أهمها The Founder of the School أو مؤسس المدرسة، ثانيا The Topic أو the subject of psychology from the perspective of this school، إيه وجهة يعني ما هو موضوع the subject يعني موضوع علم النفس من وجهة نظر هذه المدرسة، أيضا the method of study أو طريقة دراسة هذا الموضوع وفقا لوجهة نظر هذه المدرسة. إذن في كل مدرسة سنتناول ثلاثة أشياء، the founder اللي هو المؤسس، أيضا سنتناول the subject أو the topic of the psychology from the perspective of this school يعني هو موضوع علم النفس من وجهة نظر هذه المدرسة، ثم أخيرا سنتناول the method of study الطريقة المستخدمة لدراسة هذا الموضوع من وجهة نظر هذه المدرسة. تعال نبدأ مع بعض نشوف المدارس اللي احنا هنتناولها في مجال علم النفس. اللي معناها أقدم مدارس هي ما يسمى الاستراكشراليزم. الاستراكشراليزم هي المدرسة البنائية، استراكشراليزم المدرسة البنائية. هذه المدرسة يريد زي ما احنا قلنا ان احنا نعرف مين الفاوندر، التوبيك and the method of study. William Vaughn is the founder of this school. William Vaughn is the founder of this school. William Vaughn هو مؤسس هذه المدرسة. طيب trying to break down trying معناها تحاول to break down تقسيم the conscious experience هي الخبرة الواعية to its elements لعناصرها. يعني المدرسة بتحاول أن تقسم الخبرة الواعية to its element إلى عناصرها، وما هي عناصرها؟ sensations أحاسيس and feeling المشاعر. الـ method of study introspection، طبعا كلمة by ليس جزء من الكلمة، by معناها بواسطة، لكن التأمل الباطني هو الـ introspection هو التأمل الباطني. إذن في حاجة اسمها sensations أحاسيس، في حاجة اسمها feeling. يبقى إيه هو، مين هو المؤسس؟ William Vaughn. وما هو الموضوع؟ هي الـ conscience أو conscious experience خبرة الوعية. إزاي؟ من خلال إنه بيعملوا break down بيقسموا عناصر إلى عناصرها، وما عناصر أي خبرة؟ sensations and feeling الأحاسيس والمشاعر. الميثود هي الانتروسبكشن أو التأمل الباطني. يبقى ويليام فون، طبعا احنا ما بنحاولش نترجم الأسماء بالعربي عشان بنجد ان الأسماء بترجم بأكثر من طريقة، فخليه باللغة الإنجليزية. ويليام فون هو مؤسس المدرسة البنائية التي تحاول، وانه كلمة trying يعني تحاول، أن تقسم الخبرة، تقسم يعني معناها break down الخبرة الواعية. كلمة خبرة في حد ذاتها هي experience، الواعية conscious experience هي الخبرة الواعية to its element لعناصرها، وما هي عناصرها؟ sensations and feeling الأحاسيس والمشاعر، by introspection عن طريق التأمل الباطني. احنا شرحنا في المحاضرة ان من وجهة نظرهم ان اي خبرة واعية وليكن مثلا خبرة دخول المدرسة لاول مرة، بيطلب من الفرد ان يتحاول ان يتذكر هذه الخبرة، ثم يطلب منه ان يحدد الاحاسيس sensations and feeling المشاعر التي احنا وضحنا الاحاسيس معناها بيسمع ايه، بيشم ايه، بيحس بايه. feeling معناها المشاعر يعني فرح او غضب او حزن او ما هو نوع المشاعر اللي بيشعر بيها. يبقى دي المدرسة الأولانية عرفنا مين الفاوندر بتاعها ويليام فون، وعرفنا التوبيك بتاعها conscience experience، وعرفنا الميثود هي الانتروسبكشن. طبعا المصطلحات مهمة جدا، conscious experience خبرة واعية، sensations أحاسيس، feelings مشاعر، introspection هو التأمل الباطني، وكلمة elements معناها عناصر. يبقى دي أول مدرسة شفناها مع بعض، مدارس قديمة لأنها يعني تطورت وأصبحت تاخد شكل آخر في مجال علم النفس، لكنها كمسمى لم تعد موجودة بصورتها الحالية. تعال نشوف مع بعض المدرسة الثانية. المدرسة الثانية اللي احنا هنشوفها مع بعض وهي مدرسة functionalism. functionalism هي المدرسة الوظيفية، functional وظيفي، functionalism المدرسة الوظيفية، function لوحدها معناها وظيفة أو عمل أو أداء، فهنا functionalism معناها هنا المدرسة الوظيفية.
تعال نشوف برضو الثلاث نقاط اللي احنا اتفقنا عليهم الفاوندر، ونشوف ايضا بعض التوبيك، ونشوف مع بعض الميثود اوف ستادي. ويليام جيمس was the leading force in the functionalist school. Leading force يعني هو كان القوة القائدة لهذه المدرسة. Force معناها قوة. Leading معناها قائدة. يعني هو كان القائد لهذه المدرسة. ويليام جيمس. يبقى هو ده الفاوندر. وهذه المدرسة investigate، وكلمة investigate معناها درست. خلي بالكوا scientific investigation خدناها مع بعض قبل كده. في investigates معناها درست أو بحثت. The function معناها وظيفة. Function معناها وظيفة. وظيفة ايه؟ of mental processes. mental processes معناها العمليات العقلية، ودي برضو من الكلمات اللي مرت علينا قبل كده. mental processes العمليات العقلية in adapting في التوافق أو في التكيف the individual كلمة قابلتنا قبل كده معناها الفرد to the environment وهي البيئة. إذن هو بتقيس تكيف الفرد للبيئة. إذن ويليام جيمس was the leading force in the functionalist schools investigates the function of mental processes in adapting the individual to the environment. يعني ويليام جيمس كان القوة الضاربة أو كان القوة القائدة لهذه المدرسة اللي كانت بتبحث بتبحث the function وظيفة. function معناها وظيفة. وظيفة إيه؟ of mental process وظيفة العمليات العقلية in adapting في التكيف. تكيف مين؟ the individual اللي هو الفرد to the environment. إذن ترجمة الكلام ده إن ويليام جيمس مؤسس المدرسة الوظيفية والتي تدرس وظيفة العمليات العقلية في تكيف الفرد للبيئة. يبقى دي المدرسة الثانية، عرفنا مين الفاوندر ويليام جيمس، وعرفنا ماذا تدرس the function of mental process وظيفة العمليات العقلية in adapting في تكيف the individual الفرد to البيئة. دي وظيفتها، انها شايفة ان علم النفس يدرس وظيفة العمليات العقلية في تكيف الفرد للبيئة. خلي بالكم كلمة adapting معناها تكيف، لان احنا في عندنا كلمة اسمها adjustment معناها توافق لما نشوف وقتها، لكن خلينا دلوقتي adapting. طبعا ايه الكلمات الجديدة؟ functionalism اوكي، ويليام جيمس، mental process قابلتنا قبل كده، individual كلمة قابلتنا قبل كده، environment كلمة قابلتنا قبل كده، investigate معناها يدرس، وكلمة قابلتنا قبل كده. اذا الشريحة ما فيهاش غير كلمة adapting and كلمة functionalism. اذا الموضوع هو ايه؟ investigate the function of mental processes in adapting the individual to the environment. مؤسس المدرسة الوظيفية ويليام جيمس، وتدرس وظيفة العقل في تكيف الفرد للبيئة. يبقى دي كانت المدرسة رقم 2، ودي المدرستين اللي احنا يعتبر مدارس قديمة. هننتقل الآن إلى المدارس الحديثة أو ما تسمى the current school أو المدارس المعاصرة، يعني موجودة إلى وقتنا الحالي. تعال نشوف مع بعض أولى المدارس المعاصرة.